يديك الى عندك العروق بارزه، رجليك، الصحن، الصدر، الخدود، اي منطقه بغيتي تزيدي في الوزن ديالها ديري لها هذا الكريم وخليكي معايا الغزاله ديالي ومرحبا بك عندي. اهلا الغزاله ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم حبيبتي وصفه رائعه خصوصا الناس اللي كتعاني من النحافه الشديده. هذه الوصفه هذه غتزيدكم في الوزن بطريقه صحيه وامنه، غتوقفكم على الصح، خصوصا المكونات اللي فيها واحد المكون اللي كيعالج هشاشه العظام. الناس اللي كتعاني من هشاشه العظام هذا المكون هذا رائع بزاف، زائد كيعالج حتى فقر الدم. المهم الغزاله ديالي مكونات طبيعيه 100%، ممكن ديرها المرضع، الحامل، الوليدات الصغار، ما عندهاش اضرار جانبيه نهائيا، والحاجه الا ما نفعتكم راه مستحيل انها تضركم. المهم الغزاله ديالي، وبالنسبه للنساء اللي كيكون الجسم ديالهم عريض من الفوق وضعفات من التحت، ما خصهمش ياخذوا بحال هاد الوصفات لانهم غيبقاو يتزادوا اعراضهم من الفوق وغيبقاو ضعفات من التحت. فلهذا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كريم زوين رائع لزياده المناطق الانثويه، اليدين، الصدر، الخدود، الصحن، كدهني على اي مكان بغيتي تزيدي في الوزن ديالو ان شاء الله، وغتزيدي في الوزن وغتوصلي غتحصلي على الجسم اللي بغيتي. المهم الغزالات ديالي بلا ما نطول عليكم ندوزوا المكونات الوصفه، ومرحبا بكم عندي، وما تنساونيش من اللي لايك وبارطاج الفيديو باش تعمل فائده. بالنسبه لمكونات الوصفه عندنا ضائع الشعير البنات، ضائع الشعير ممتاز بزاف بزاف، ها هو الحبوب ديالو الشكل ديالو كيفاش داير، رائع للمرضع، رائع للحامل، ممتاز ليهم، حتى لينا حنا ممتاز لانه خالي من ماده الجلوتين الصمغيه، كيزيدك في الوزن بطريقه صحيه، فيه بزاف ديال العناصر الغذائيه اللي كيحتاجها الجسم، وفيه نسبه عاليه من الالياف، وهو كيتعتبر فاتح الشهيه. وعندنا المكون الثاني وهو إيلان او حبوب الدخن او البشنه، حتى هو راه كيزيدك في الوزن بسرعه وكيعالج هشاشه العظام، وغني بالالياف والكالسيوم والمفيده لصحه العظام. وعن المكون الثالث عندنا هو الكاوكاو، الكاوكاو او الفول السوداني اللي كيزيد في الكتله العظميه لانه غني بالبروتين وكيحافظ على مستويات السكر في الدم، كيتعتبر مصدر غني بالمواد الغذائيه اللي كتساعد في زياده الوزن. غناخذوا جوج مع الاكبار من الفول السوداني وغنديروه في معلقه، نتوما ضاعفوا الكميه، انا غنعطيكم وانتوما ضاعفوا الكميه صافي، وغتخليوه حتى كيتحمر، غتحمروه ضروري من تحمروه باش ما يديرش لكم الوجع. المهم من بعد ما كيتحمر معايا غنضيف عليه جوج معالق كبار ديال ضائع الشعير، راه زوين ضائع الشعير، راه غزاله البنات خصوصا النساء اللي كيكونوا كيرضعوا اولا النساء اللي كتكون حامل، راه زوين ليهم صافي. وغنضيف عليه جوج معالق كبار ديال ايلان او البشنه، مفيد للعظم والفقر الدم، كيهدئ الاعصاب، الانتفاخ، الامساك، الغازات، كيزيد من حركه الامعاء، زوين بزاف. انا الا تيعجبني كنديرو حتى في الخبز. من بعد ما كيتحمروا كاع المكونات كنحمروا الفول السوداني هو الاول، عاد باش كنحمروا الضئع وكنحمروا الا لانه دغيا كيتحمر، غنديروهم في الطحانه وغنطحنوا كل شيء حتى كيولي حتى كتولي عندنا بحال سلو، بحال اللي كنطحنوا الصفوف ديالنا صافي، طحنيه حتى كيولي كله ضئيق ناعم. هاد الوصفه هذه زوينه كتزيدك في الوزن بطريقه صحيه وامنه، وفي نفس الوقت كتعالج لك الا عندك مشكل هشاشه العظام، يعني ماشي كتنفخك، كتوقفك على الصح صافي. من بعد ما كيولي عندنا انتما شوف الضئيق كيفاش كيولي كلشي كيتطحن، كتاخد ياغورت اولا رافيه جميله اولا ياغورت ديال الشوكولاط، ولا كنتي مريضه بمريض السكري خدي غير ياغورت طبيعي صافي. وغناخدو ملعقه من هاد المكونات وغنضيفوهم للريبي جميله صافي، وغتخلطي. بالنسبه للريبي انا ماشي ضروري انكم ديروا ريبي، راه ديروا غير كاس الماء ولا كاس الحليب ولا اي ياغورت كتفضلوا نتوما، خذوا بالشوكولاط يكون احسن صافي، وكتضيفي ليه معلقه كبيره وكتخلطي المكونات. بالنسبه لهذا كتاخديه مع الصباح قبل الفطور، وكتاخديه الا بغيتي تسرعي عمليه زياده الوزن بسرعه، تحصلي على واحد الوزن بسرعه، كديري حتى في الليل، حتى ملي كتبغي تنعسي كديري معلقه في ياغورت. وبالنسبه للكميه اللي بقات عندك احتفظي بها في شي علبه ديال الزاج، ومن الاحسن ضاعفوا الكميه باش تدي لكم مده اسبوع باش هكا تحصلوا على واحد النتيجه زوينه. ودابا ان شاء الله غنشارك معكم الكريم السحري اللي ممكن ديريه للصدر، الخدود، الساقين، اليدين، المؤخره، اي مكان عندك بغيتي تزيدي في الوزن ديالو ديريه لي. غناخذوا الحلبه، الحلبه من اكثر الاعشاب اللي كتزيد في الوزن وكتكبر الجسم بواحد الطريقه رائعه، وكتعطيك واحد الجسم متناسق وجذاب. بالنسبه لي انا شوفوا انا راني واخده كناخذ
كناخذ الحلبه وكنطحنها عند العطار، كناخذ تقريبا نص كيلو كنطحنها لان زوينه حتى للبشره. غتاخذي ملعقه كبيره من الحلبه مطحونه، غتاخذيها يا اما تشريها مطحونه يا اما تاخذيها وتطحنيها على يدك. المهم انا الحلبه ما كتخطانيش في الدار لان زوينه للبشره، كتعطي نضاره رائعه. وغنزيد على زيت جونسون واحد جوج معالق كبار ديال زيت جونسون. هاد الكريم هذا الا عندك العروق بارزه في ايديك، عندك صيحان رائع المؤخره صدر الخدود، اي منطقه عندك بغيتيها تزيد في الوزن، خصوصا السيدات اللي كيعانيو من الحجم ديال الصدر ديالهم او الكتاف ديالهم كيكونوا عراض وضعاف من التحت، فهاد الكريم ممتاز ليهم. وغنضيفوا ليه معلقه كبيره ديال فازلين، من الاحسن فازلين خذوا فازلين طبيه من الصيدليه البنات، ما تشروش فازلين ديال 5 دراهم الا بغيتوا تحطوه على الصدر ديالكم باش كتعرفوا اشنو كتحطوا على صدركم. مهم انا خديت جوج معالق صغار، هي معلقه كبيره فازلين حتى هي زوينه كتساعدنا ان الكريم يدخل لينا في الجسم ديالنا. صافي غناخذ واحد الكاسرونه غنضيف لها واحد الكاس كبير ديال الماء وغنضيفها وغنحط فيه هذيك الزلافه وغنديرها في حمام مريم وغنبقى مع التحريك حتى كتذوب لينا فازلين، وفي نفس الوقت الحلبه كتطلع لينا دوك المكونات ديالها في الزيت وما كتبقاش عندنا ديك الكشكوشه البيضاء حتى ما كتبقاش نهائيا. صافي من بعد غنحيدوها وهي مازال سخونه البنات، هذه العمليه ضروري خاصكم تسرعوها. صافي غتخليوها تقريبا فوق العافيه لمده 20 دقيقه على نار متوسطه. من بعد غتاخذوا ليبا موس باش كتصفيوها باش يجيكم الكريم ناعم والملمس ديالو زوين. صافي غتحركوه وغتصفيوها في داك في علبه ديال الزاج نيشان، من الاحسن خذوا علبه ديال الزاج وصفيوها فيه واحتفظوا به غير في شي بلاكار عندكم اولا في اي بلاصه في الحمام، ما تخافوش منه نهائيا، راه دغيا غيجمد معاكم ودغيا غيتشكل الكريم، خصوصا الجو دابا بارد. انا راه حطيته غير في الكوزينه رجع طلعته جمد برد، انا غنوريه لكم كيفاش غيكون زوين. هذا الكريم رائع بزاف بزاف، كنتمنى انكم تجربوه، حتى النساء اللي ما عندكمش الخدود او وجهكم ضعيف رطبوا به من الليل فهو ممتاز، غيعطيكم ترطيب وفي نفس الوقت غيزيد لكم من الحجم ديال الوجه ديالكم. ها انتم شفتوا الكريم كيفاش ولا، راه ما خليتوش حتى واحد 10 دقائق في المطبخ ديالي. صافي ودابا خليكم معايا باش نشرح لكم اكثر واكثر، ومرحبا بكم عندي وما تنساونيش من لي لايك ديالكم. المغزله ديالي بالنسبه للكميه حاولوا تضاعفوا الكميه باش تدي لكم هكا لمده اسبوع وتعاودوا تصاوبوا كميه واحده اخرى. المهم بالنسبه ملي تضاعفوا ديروها في شي قنينه هكا ديال الزاج احتفظوا بها، وطريقه الاستعمال راني شرحتها لكم. ولا بغيتوا تسرعوا العمليه ديال زياده الوزن ديروا معلقه في الصباح ومعلقه في الليل ملي تبغيو تنعسوا، ديروها في ياغورت اولا فرايبي اولا في دانون طبيعي الا عندكم الا كان عندكم السكر، اولا ما عندكمش ما كتاخذوش لا حليب لا مشتقاته ديروها غير في كاس ديال الماء اولا في كويس ديال اتاي. المهم بالنسبه للوصفه طريقه الاستعمال غتاخذوها قبل الفطور ومن بعد العشاء. بالنسبه لطريقه استعمال الكريم، البنات اللي عندهم الجسم ديالهم عريض من الفوق ضعافات من التحت ما تاخذوش لهاد الوصفه نهائيا، استعملوا الكريم. غاد الكريم زوين بزاف حتى البنات اللي عندهم العروق بارزه في الايدين وفي الرجلين ديروه ليهم راه زوين. غير طريقه الاستعمال، طريقه الاستعمال غتاخذوا فوطه تكون سخونه وغتحطوه على المكان اللي بغيتوا تزيدوا في الوزن ديالو، هذه طريقه يابانيه تقنيه يابانيه. وغتاخذوا الكريم وملي غتحلوا المسام غتاخذوا الكريم وغدهنوا لهذاك المكان اللي بغيتوا تزيدوا في الوزن وغتبقاو تطبطبوا بحال هكا بحال هكا صافي. وغتخليوا الكريم ليله كامله حتى الغد. ملي تبغوا تعاودوا عاوتاني تدهنوا الكريم ضروري ما تغسلوا ديك المنطقه، تغسلوها بالصابون باش كتحيدوا الكريم اللي درنا نهار قبل، كتغسلوها وفي نفس الوقت راكم كتغسلوها بالماء سخون صافي، وكتمسحوا ديك المنطقه وكتعاودوا ديروا لها الكريم وكتداوموا على الكريم حتى كتوصلوا على الوزن على الحجم اللي بغيتوا. وهذا الكريم راه زوين بزاف، ديري الخدود الصدر اليدين الرجلين الصيحان الارداف، ما عندوش اضرار جانبيه نهائيا وما فيش الريحه البنات، لان زيت جونسون راه ما خلاش نهائيا الريحه فيه، عطى فيه واحد الريحه زوينه ما غتخافوا من حتى شي حاجه. المغزلات ديالي هذه هي نهايه الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى من الله انكم تبارطاجوا الفيديو باش تعمل فائده والبنات كاملين يستفادوا ان شاء الله من هذا الفيديو. ومرحبا بكم عندي وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده، ومع السلامه وبوسه كبيره لي.